طبعا احنا دائما نستهدف الاطفال بشكل عام اللي هم محبين للسينما واللي هم حابين يكونوا مخرجين مستقبليين، وبعد نستهدف المخرجين والممثلين الاماراتيين عشان يشتغلون على اعمال خاصه بالطفل. الحمد لله يعني اقدر اقول ان احنا وصلنا هدفنا هذا، لكن بعدنا نطمع للمزيد، بعدنا نبغي اطفال اكثر، مخرجين اكثر، ممثلين اكثر، ويكون في يعني حضور دائما اكثر للمهرجان. لجنه التحكيم السنه هذه تميزت انها متنوعه من جميع البلاد العربيه والاجنبيه ايضا، فكانت غزيره بافكار جميله من جميع انحاء العالم. الافلام ايضا كانت جميله جدا، الافلام يعني نحن ما توقعنا ان الطفل يستطيع انه بهذه الطريقه وبهذه الابداعيه انه يقدر يصنع فيلم، وفيلم متكامل يعني.